مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم حين نمر بالمواجهة في حلقة جديدة من لست وحدك. بعد الانقلاب وأثناء توسع رقعة الحروب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على المناطق الخارجة عن سيطرتها، فقد المواطنون الإحساس بالأمن. تشرد سكان القرى التي تتعرض للاعتداءات، وفقد ملايين اليمنيين حقهم في الاستقرار وممارسة حياتهم الطبيعية. وفي الوقت ذاته توقفت المؤسسات الرسمية المعنية بمساعدة النازحين واستيعاب وتوزيع المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية، فقدمت بعض المساعدات عبر منظمات ينخرها الفساد، وسلمت مساعدات أخرى للميليشيا بشكل مباشر، ووجدت هذه المساعدات طريقها إلى الأسواق بدلا من أن تذهب إلى بيوت النازحين. أكثر من 2 مليون نازح داخل اليمن فقدوا مصادر أرزاقهم، يعيشون حالة مأساوية، ينهشهم الفقر، تقتلهم الأوبئة والأمراض، ويسلمهم سوء التغذية إلى الموت، وهي حالات لا يختص بها النازحون وحدهم. فتوقف المرتبات جعل من 20 مليون يمني على الأقل في حاجة ماسة للمساعدات التي يرونها في الأسواق، عليها أختام المنظمات الدولية والجهات المانحة، لكنها معروضة للبيع بسعر السوق. حدث ذلك في عدن وفي صنعاء وغيرهما من المدن المكتظة بالنازحين. مشاهدينا الكرام، إحدى النازحات من مديرية نهم إلى مدينة مأرب حكت لنا هذه الحكاية. قد احنا مضحين بثلاثة من أسرتنا، ويعني ضحي بعد ما ضحينا بأسرتنا وبعدين ابن حمايدة في الشظيف في راسه، يعني ما حصلنا ولا أي حاجة إلا على بيت القبر والغمة. احنا هربنا، احنا قد احنا كان احنا مضغوطين تحت الحوادث، يعني لا عاد كان قدروا ياكلوا ولا عاد قدروا يرتاحوا بنومهم، لكن احنا هربنا وقلنا نخرج من الجحيم إلى الراحة، مش نخرج من الجحيم إلى جهنم. يعني خرجنا من الظلمات للظلمات، ما بش ولا حاجة تغيرت. يعني كيف كان عيشتنا واليوم أش وصلنا؟ وصلنا يعني إلى حال مأساوية، إلى تعب، إلى ضيق، إلى نكد. لازم حسينا بالنوم الراحة ولا بالأكل الراحة، يعني حتى أجسامنا قد فيها سوء تغذية كلنا. من أش؟ من قلة المعاناة والتغذية والتعب وال... يعني في ذمة من أش؟ في ذمة الحوادث، هذا كله في ذمة الحوادث. عايشين مرتاحين يعني في بيوتنا، لكن ما خلوا لنا شحولنا. جينا هنا يعني حصلنا غر على بيوت التعب، والحصن المغر خارج البيت، المغر هناك خارج البيت فعلا الغر يعني ضربال بس، وعلى الله والله نحن بنشرب منه هو غر مغطى بضربال، يعني ولا قدرنا نشتري ولا أي حاجة. من حين جينا هنا إلا كان وقع لها الراتب صار شل لجهة، الملابس ما بش للحين ما بش شو ولا أي حاجة. عاد كان معنا الذهب وهذا بعنا في صرفتنا وفي أكلنا، ما عاد بش يعني ما عاد معنا ولا أي حاجة. يعني أنا لما جاء عندي حد من الجيران أستحي وخجل وأشوفه، ولا لما جينا عندنا خجلت زيادة، يعني دحين ما عاد أقدرش أعزم على حد ولا أعزم حد. جاني يعزمني علشان جاني عندنا ما قدرش، يعني ايش جن على ايش جن على حالتنا هذا على تعبنا. يعني لما يجي عند جيران ما تقدرش ايش تقدري تضيفيه، ما معش ولا اي حاجه، يعني تفرشي لين جنوا هذا المأساة وهذا الفراش، يعني ما قدرش خلاص في بيتي ولا قدرت اواجه حد. لما اشوف عيشة الجيران واشوف عيشتي واشوف اطفالي واشوف اكلي واشوف، يعني خلاص يعني اقول انا مستعد، واذا انا مستعد اني اسير ادور اي عمل وأعيش عيشة راحة ونفسية. الصبح نفعل زحوق طماطس وشاي، وجبة الغداء أحيان في مرق، أحيان رز، وأحيان عيش وقهوة، وأحيان ماشي،
وجبة العشاء في بعض الأكثر الأيام ما يبش، يعني شوف التراب الغبار ذيك يدخل، شوف ادالنا كل المرض، نعم يعني يدخل مع الضيقان والسفك كذا بتشوفه. كانت هذيك الأيام حالتنا صعبة جدا جدا، هذيك الأيام كان مرض واصل من التراب. الآن برد، شوف البرد كود أطفالنا أمراء، كان أول نحس إن إحنا أمراء عايشين في بيوت أحسن العيشة، مستقرين في حقنا، يعني ما كاش نحس بأي حاجة. لما جينا هنا حسينا بالضيق، حسينا بالكرب هنا، يعني لازم ارتحنا في أكلنا ولا ارتحنا في نومنا ولا ارتحنا أصل ما، يعني حياتنا هنا ما بش لي ما مشي إني مقرر الحياة. لا لا هي فيها ضمور، بس الحمد لله كان احنا مستقرين، بنمرنها في صنعاء ونعالجها يعني ناكلها احسن الاكل واحسن اللبس، بس انا والله تعب، لازم قدرنا نرضعها لا هي ولا اخوها، ولازم قدرنا نمرنها ولا يعني تعب هنا، يعني ما بش منين المصرف، منين واحد ياكل، منين يجي، يلا يلا نحصل على الاكل. ايوه كذا لما بدات في الاسبوع ما قدرتش تاكل، يعني ايش ما بش تمارين، كانت الحمد لله كان نمرنها وتقدر تاكل وتقدر تحترق. دحين بس حتى الليل ما زد نامتش، يعني من قله العنايه كان احنا ندي لها حق الضمور شراب وحق التكهرب، يعني كل اسبوع نشتري ب 4000 5000، هنا ما قدرناش، يعني ما قدرتش تنام. نفكر كيف كان نرقد في بيتنا، يعني غرف النوم مرتاحين، أطفالنا كانوا في أحس الراحة، بس أنا تعب الحشرات البرد الجو يعني مكئب زيادة. يعني استقرينا في بيت وبعد ما قدرناش ندفع حق الإيجار خرجنا منه. الحين شتاء برد ما نحصلش ملابس اللي تفينا من البرد، حتى ما حبش فراش اللي يدفينا ونفترش بالفراش، يعني كل غير جعجعة. كذا بصرتوا حالتنا وبصرتوا بيوتنا، للحين أقل شيء أقل حاجة إنهم أطلب من الدولة وأطلب من المقاومة إنهم يعني ذا الحين يتسلموا الرواتب، على الأقل نقدر نعيش، إذا كان الراتب كل شهر نقدر نعيش، بس هذا ما بش رواتب ولا ذي، إحنا تعبنا والله. أقول لهم إنهم يساعدونا وإنهم يبصروا لنا أي حل، أقل شيء نقوم بواجب أطفالنا، في لأي أب وأي أم يكونوا بواجب أطفالهم، علشان ترجع زد لنا الراحة والفرحة والسلا والسعادة والأكل المريح والنوم المريح والبيت المريح، هذا يعني مشي حياة. هذه واحدة من ملايين المتضررين المحتاجين للمساعدات العاجلة. يمنيون كانوا أعزة فأذلتهم الحرب، حرب الميليشيا، ميليشيا الحوثي والمخلوع التي أو اللذين أشعلها على اليمنيين. هؤلاء بحاجة ماسة الآن للمساعدة، لكن استجابة الحكومة والمنظمات الدولية لا تزال ضعيفة حتى الآن. وحتى تلك الاستجابات التي قام بها مركز الملك سلمان والمؤسسات الأممية لم ترقى إلى مستوى الكارثة، وفوق ذلك احتكرت الميليشيا توزيعها وصادرت أغلبها لصالح مقاتليها وعائلاتهم، أي أنها استخدمتها كواحدة من أدوات تحفيز المجتمع على ضخ المزيد من المقاتلين وإرسالهم إلى جبهات الموت والهلاك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالدكتور عبد الحميد عرامان الناشط في الشأن الإغاثي وكذا عضو اللجنة الإغاثية لمحافظة صنعاء الأخ عبد اللطيف المرهبي، ابقوا معنا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد الحميد عرمان الناشط في الشأن الإغاثي، ومن مأرب عبد اللطيف المرهبي عضو اللجنة الإغاثية لمحافظة صنعاء. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور عرمان، هناك من يطرح أن إحصائية النازحين داخل اليمن بلغت 2 مليون شخص نازح، ما مدى صحة هذه الإحصائية دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نشكر قناة بلقيس على استضافتنا وعلى اهتمامها بالجانب الإنساني والجانب الإغاثي ونقل أحداث اليمن. بالنسبة للإحصائية لا تستبعد في ظل الأحداث هذه والمعاناة والمآسي المتراكمة والمتزايدة، ربما أن أغلبية الشعب اليمني يحتاج إلى إغاثة وإلى معونات بلا شك. لكن السؤال كان عن عدد النازحين، هل هناك إحصائية يمكن الاعتماد عليها أو الانطلاق منها لتحديد أرقام هؤلاء؟ نعم أخي العزيز، هناك إحصائيات عبر الجمعيات عبر المنظمات، عبر لا يستبعد أن يصل هذا العدد إلى هذه النسبة. إذن الجمعيات هي المصدر الوحيد لهذه المعلومات، ألا يوجد جهات حكومية تقوم بذات المهمة؟ للأسف الشديد أن هناك دور غائب للسلطة، مثلا على سبيل المثال سلطة محافظة صنعاء هناك دور غائب للقيام بمهمتها، وإنما هو عبر جمعيات خيرية ومؤسسات تقوم بهذا العمل وتغطي العجز القائم، وإن وجد هناك بعض اللمسات أو التعاون من قبل بعض أعضاء المجالس السلطة المحلية، لكن بشكل عام هناك يعني لا تقوم بقيامها وبأعمالها الموكلة إليها. نعم، معنا من اللجنة الإغاثية بمحافظة صنعاء الأستاذ عبد اللطيف المرهبي. ذات السؤال لكم عبد اللطيف، هل هناك إحصائية لعدد النازحين على الأقل نازحين محافظة صنعاء المتواجدين في مأرب؟ مرحبا بك وبالمشاهدين الأعزاء. بالنسبة للنازحين المتواجدين في محافظة مأرب من سكان محافظة صنعاء يتجاوز تعدادهم 8000 أسرة، وكذلك هناك نازحين تم عودتهم إلى منازلهم في الفترة الماضية في مديرية نهم بشرق محافظة صنعاء، لكن المشكلة هنا تكمن في اللجنة الإغاثية العليا للحكومة التي هي فعلا لم تكن بالمستوى المطلوب، يذهب للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أو يذهب إلى جيوب الحوثيين من المواد الإغاثية تجاوزت 80% من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن. نعم. ما يأتي إلى المناطق المحررة حيث يتواجد النازحين وأغلبهم من المحسوبين على الشرعية هو نسبة قليلة من الأشقاء. لنتوقف عند هذه النقطة تحديدا عبد اللطيف، اشرح لنا كيف يذهب 80% من المساعدات إلى الميليشيا. وكالات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة كلها تتعامل مع الميليشيا، مع سلطات الانقلاب في المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلاب. نعم. تأتي هذه المساعدات كانت عبر ميناء الحديدة، وإلى اللحظة لا زالت تأتي عبر ميناء الحديدة وتذهب إلى جيوب الحوثيين وتذهب كدعم لجبهات نعرف أين تذهب بعد ذلك نعرف أين تذهب وكيف نعم. تذهب بعد ذلك ويعرف الجميع هذه التفاصيل، لكن السؤال الآن هو كيف استطاع الحوثيين أن يحصلوا على 80% من هذه المنظمات الداعمة والمقدمة للمساعدات؟ هل فشلت السلطة الشرعية في إقناع المنظمات الدولية بأنها الأجدر باستلام هذه المساعدات وبالتالي توزيعها؟ هو عادة ما تقوم وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بالذات تتعامل مع الأمر الواقع في أي مكان، فهي تتعامل مع سلطات الانقلاب في المحافظات التي لا زالت بيدهم وتذهب كل هذه المساعدات الى هذه المناطق. نحن لا بأس، هي تتعامل مع استاذ عبد اللطيف، هي تتعامل مع سلطات الامر الواقع من اجل تمرير امور انسانيه، قد يكون هذا الامر متفهما، لكن ان يعني تحصل
هذه الميليشيا وهذه المناطق التي تحت سيطرتها على 80% من المساعدات، بينما الغالبية من النازحين والمهجرين في الجانب الآخر، فهذا ما ليس مفهوما. أعود للدكتور عرمان، كيف يمكن أن تفسر معنا أو تفسر لنا هذه المعادلة العوجاء؟ نعم، لابد من إعادة النظر في توزيع الأغاثات ووصولها وكفيلة وصولها إلى المواطن المحتاج الذي ليس له في هذه الحروب لا ناقة ولا جمل. فلا نرجو من الأشقاء أن ينظروا. دكتور عبد الحميد، دكتور عبد الحميد، لنجنب قليلا الجمل الإنشائية ودعنا نتحدث في صلب الموضوع. هل الإشكالية وأنه ليس هناك أي إحصائيات موثقة ويمكن الاعتماد عليها تقنع المنظمات الدولية بحقية هذه المناطق على الأقل نصيب متساوي من المساعدات؟ هل هذه الإشكالية يمكن أن تكون هي السبب؟ حسب اعتقادي أن التعامل بيكون يفرضها الواقع، لكون الميليشيات تقصد نفوذها وتواجدها في هذه المحافظات يفرض أمر الواقع عليهم أنها تذهب إليهم، وبالتالي لا يصل إليهم إلا الشيء القليل. ولكن يمكن إعادة النظر في هذه الأعداد الهائلة التي قد تصل إليهم، ويكون هناك عدد لنازحي محافظة صنعاء على سبيل المثال. نعم، هناك أعداد كبيرة في متواجدة في مأرب لا يصلها إلا الشيء القليل. لماذا لا يصل إلى نازحي مأرب إلا الشيء القليل، رغم أن الخط مفتوح إلى منفذ الوديعة، وبالتالي بإمكان مركز الملك سلمان والمنظمات الأخرى أن تقدم المساعدات بكل يسر وأن تصل، يعني والجميع يشهد بنزاهة السلطة المحلية في محافظة مأرب؟ ما هي الإشكالية في مأرب إذا كان هناك ثمة إشكاليات في عدن وتعز وبقية المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الشرعية؟ هنا يكمن عدم الاهتمام والمتابعة حتى يصل الأمر إلى محله وإلى أهله. هناك يعني إهمال من جانب الرسمي لسلطة محافظة صنعاء على سبيل المثال، المتواجدين في مأرب والمؤيدين للشرعية، ولو كان هناك متابعة لوصل الأمر إلى أهله. ننتقل إلى المرهبي. أستاذ عبد اللطيف، ما رأيك فيما طرح الدكتور عبد الحميد بأنه لا يوجد هناك أي متابعة وأن الأمور يعني تمشي بالبركة والمساعدات تدخل وتضيع في تلك الصحاري؟ ننكر أن إغاثات تصل إلى النازحين في محافظة مأرب. قبل حوالي أسبوعين كانت الدفعها مقدمة من مركز الملك سلمان، وكان الدكتور عبد الحميد موجود معنا عند تسكينها. هناك مساعدات تأتي إلى نازحي محافظة صنعاء، لكنها ليست بالمستوى المطلوب، ليست بالحجم المطلوب يعني. أيوة نعم، وكذلك هناك نقص في بعض المواد أو المساعدات المتعلقة بالإيواء والصحة والتعليم. نعم. أما بالنسبة للمساعدات الغذائية فهي تأتي إلى هؤلاء النازحين. طبعا تتعامل سواء مركز الملك سلمان أو المراكز الإغاثية للأشقاء في الخليج مع جمعيات ومنظمات مجتمع مدني، نحن في السلطة المحلية. صحيح. دورنا هو فقط تسهيل هذه المهام وتغطية بعض الجوانب المالية ان تطلب الأمر، والتنظيمية والأمنية وتقديم الإحصائيات. نعم. والمسوحات، هذه هي. نعم. نعم. المهام المطلوبة من أي سلطة محلية يعني. نعم، أما بالنسبة للإغاثة فهي تأتي إلى شبكات مجتمع مدني، وهي من تتولى مسؤولية استلامها وتوزيعها. نحن فقط نسهل هذه المنظمات، وإذا لكن بالمستوى العام ما يأتي إلى مناطق الانقلاب وهي تذهب إلى جيوب الانقلابيين، هذه خطأ كبير. ندعو منظمات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة أن تتفهم هذا الأمر وأن توصل المساعدات المستحقة، أن تذهب إلى سلطات الانقلاب ويكون المواطن، نحن مع أن يأتي إغاثات المواطنين حتى في مناطق. بلا شك، بلا شك، اليمن. نعم. كلها واليمنيون جميعا من أقصى اليمن إلى أقصى بحاجة إلى المعونات والمساعدات ومن جميع الأطراف، وفي النهاية هذه أرواح وهذه أنفس، والمسألة إنسانية بعيدا عن أي
مماحكات سياسية أو حتى صراعات عسكرية، لكن السؤال كيف تجد هذه المساعدات طريقها إلى الأسواق في صنعاء، في عدن، في الحديدة، ربما في تعز، ربما في مارب أيضا على السواء؟ كيف يمكن تفسير ما يحدث؟ هناك تساوي في السوق لدى السلطات الانقلابية ولدى السلطات يعني السلطة الشرعية، ما الذي يحدث؟ كيف يا أستاذ الدكتور عبد الحميد عرمان كيف يمكن تفسير تواجد المساعدات في الأسواق وبيعها للناس بأسعار السوق؟ نعم أخي العزيز، يعني هذه الظاهرة لم نشهدها وإن كنا سمعنا عنها، وإن وجد هذا الشيء هناك تواتر في الأنباء وبإمكاننا أن نمدكم بصور من الميدان أيضا. ضبط السلطة المحلية وعدم قيامها بهذا الشيء فإنه قد يحصل، هناك ضعفاء نفوس، هناك أناس لا يخافون الله، فإذا لم يجد لهم الضبط ولم يجد لهم الأخذ والمضاضة فإنها قد تصل إلى هذه الكارثة وإلى هذه الأعمال الدنيئة التي يأتون بها إلى مستحقيها، ثم تذهب عبر جيوب أشخاص نافذين أو عبر أناس ضعفاء نفوس. فهذا الشيء لابد أن يأخذ بعين الاعتبار، وبضبط السلطة المحلية تقوم بواجبها إن وجدت هذه كمسألة يعني ظاهرة كبيرة. ألا يكتفى فقط بالمشاهدة وبترك الأمر لهذه، كما ذكر الأستاذ عبد اللطيف أنهم يكتفون فقط بإرشاد الجمعيات إلى المستهلكين ويتركون الأمر ليتم عبرهم؟ لا، إذا شوهد هذه الحالات وبيع الأغاثة لابد على السلطة أن تقوم بواجبها، وهي السلطة المخولة بالقيام بهذا. أقصد أن الأمر الرقابي مطلوب، الشخص وما هي الجمعية وما هي المؤسسة إلى غيره، يعني الأمر الرقابي مطلوب أيضا إلى جانب التسهيلات اللوجستية من معلومات ومن أمن أثناء التوزيع وتنظيم إلى آخره، لكن الدور الرقابي أيضا مطلوب. الرقابي والضبطي، لابد أن هناك رقابة وضبط تجاه من يتلاعب مستحقات المحتاجين الفقراء المعوزين. نعم أستاذ عبد اللطيف، قلت لنا أن هناك عدد من النازحين من مناطق نهم عادوا إلى مناطق سكناهم في قرى مديرية نهم، كيف عاد هؤلاء وهل تم التنسيق يعني بمسح هذه القرى، أم أننا سنشهد مآس أخرى مثل المآسي التي شهدناها بعودة النازحين إلى بيوتهم في مأرب؟ يعني هناك تفخيخات وهناك يعني ألغام، هل تم تأمين هذا الأمر؟ هذه المشكلة لا زالت قائمة، مشكلة الألغام ومشكلة المناطق التي لا زالت في خطوط التماس وفي خطوط المواجهات، لكن هناك محاذير يعتمد عليها السكان إلى حد ما، ويتم العودة إلى الأماكن الشبه آمنة إلى حد ما. نعم. وندعو السكان إلى عدم العودة إلى أماكنهم حتى يتم تأكيد خلوها من المعنية. نعم. بمسح هذه المناطق، لا يستعجلوا ويتسرعوا بالعودة إلى مناطقهم، نحن نقدر وضعهم، نقدر أنهم كانوا في مخيمات نزوح ولا زالوا، وأن هم في وضع مأساوي حقيقة. صحيح. لكن عليهم لا يستعجلوا العودة إلى مناطقهم إلا بعد أن تكون آمنة. ماذا عن الإغاثة؟ هل ستصلهم إذا إلى أماكن إلى هذه المناطق؟ الإغاثة تتبعهم بالنسبة للمواد الغذائية. نعم. لجانب الغذاء هو يصل إليهم بكل تأكيد، تبقى حالات هنا أو هناك. بالنسبة للدور الرقابي، نحن الآن بصدد اتخاذ آلية معينة للرقابة على هذه الشبكات أو المنظمات، ومن هنا أؤكد وأشدد على أن يوافونا بكل تقاريرهم للعام الفائت. نحن الآن طلبناهم تقارير مفصلة حول أنشطتهم للعام الفائت، كوننا دخلنا على عام جديد، لكي يتم تسهيل مهامهم أو الاستغناء عنهم في حالة ما ثبت أنهم لم يؤدوا واجبهم كما ينبغي. دكتور عبد الحميد عرمان، هل من رسالة أخيرة توجهها بخصوص النازحين و المشكلة الإغاثية القائمة؟ نعم أخي العزيز، أود أن أعقب على عودة النازحين إلى مناطق نهم
كوني احد ابنائها، فان هناك كله عادوا الى مناطق النزوح، لكن هناك مخاطر، هناك قذائف تصل اليهم، وهناك الغام تتفجر بابنائهم وبالنساء وبالشيوخ، وايضا هم اصبحوا اشد ضررا لانهم في حكم الحصار. صحيح. فلا يستطيع احد ان يتحرك بسيارته ولا احد ان، فلا بد القاء ونظرة العين إليهم واحتياجاتهم. أيضا الجانب الأغاثي أصبح يعني عن الجانب التغذية أو الغذاء، هناك ينقصه التعليم، يعني مئات أكثر من 1000 وما يقارب 1000 أسرة في محيط الجفرة وفي محيط الجدعان. نعم. وخيام جماعية لا يوجد تعليم سنتين كاملة وهم محرومين من التعليم، لا يوجد أدنى صحة أو أدنى صيدلية، المريض إذا مرض ليس لسبيله إلا أنه يأخذ سيارة إلى محافظة مأرب ما يقارب 50 أو كذا من الكيلومترات. هناك أشياء تنقصهم، إيواء، بطانيات في الشتاء القارس، هناك تعامل للنازحين كتعامل رسمي يعني أو نقول يعني متساوي. عبد اللطيف المرهبي، أيضا هل لك رسالة أخيرة أخي؟ رسالتي إلى منظمات الأمم المتحدة بأن تذهب بالمساعدات المستحقة، وأنها تتحمل جزء كبير من المسؤولية وصول هذه المواد إلى الإنقلابيين، إلى المقاتلين الحوثيين أو الإنقلابيين بشكل عام. رسالتي إلى اللجنة العليا للإغاثة بأن تتخذ آلية فعلية لإدارة هذا الملف الهام. رسالتي إلى النازحين أيضا بأن عليهم أن لا يعودوا إلى مناطقهم إلا بعد أن تكون آمنة، يتم تمشيتها. نعم. وتأكيد خلوها المنظمات، تأكيد خلوها من المتفجرات والأفخاخ والألغام من قبل الجيش الوطني. نعم. نعم. إذن شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، دكتور عبد الحميد عرمان الناشط الإغاثي، والأستاذ عبد اللطيف المرهبي عضو اللجنة الإغاثية لمحافظة صنعاء. أما رسالتي للسلطات الشرعية فهي اتقوا الله في من استأمنكم الله عليهم. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. نازحي محافظة صنعاء في مأرب، تمرست، في أمان الله.